أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استشهاد 18 فلسطينيين بسبب عمليات الإنزال المساعدات الإنسانية من الطائرات بشكل خاطئ. قال المكتب الإعلامي الحكومي أيضا استشهد خلال الساعات الماضية 18 مواطنا مدنيا فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطيارات بشكل خاطئ، من بينهم 12 مواطنا استشهدوا غرقا داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، وستة نتيجة التدافع للحصول على المساعدات الغذائية التي تصل. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي بالزميل الصحفي من شمال قطاع غزة عمار كسكين. عمار أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية، بتمنى أنك تكون بخير عمار. أهلا بك أستاذة وزميلتي. الحمد لله، يعني في قطاع غزة الجملة الوحيدة الذي يقولها الجميع هي لسه عايشين. يعني نتمنى دوما لك السلامة ولجميع أهلنا اليوم في قطاع غزة. عمار اسمح لي خلال الدقائق القادمة أن أتحدث حول عملية إنزال المساعدات التي يعني شاهدناها خلال الأيام الماضية، التي باتت اليوم أيضا تهدد حياة الغزيين. أدى ذلك وخاصة الإنزال الخاطئ إلى استشهاد العشرات من المواطنين، دعنا نتحدث حول ذلك. أول شيء يسعد مساكم جميعا. طبعا بخصوص المساعدات بالإذلال الجوي اللي بينفذها الدول العربية ودولة أمريكا بالطائرات الأمريكية، هي كما نسميها نحن في قطاع غزة وفي شمال القطاع، هي مساعدات الإذلال الجوي الذي قتلت العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع. قتلت 12 شهيدا ومواطنا غزيا في البحر غرقا، لأن أغلب الذي يتم إنزاله من الطائرات ينزل في البحر، وكان يقول الجميع أنه إحنا بننزل مساعدات وبنعمل على إنزال المساعدات لشمال قطاع غزة وبنعمل على إغاثة المدنيين، لكن هم بنفذوا قرار الاحتلال الصهيوني بأنه بيتم إنزالها في البحر لحد لأنه ما بدهم حد يستفيد من هذا الموضوع. طبعا الجميع بيعرف أنه أمريكا هي الشيطان الأكبر بدعمها للاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم للاحتلال الصهيوني الذي نفذ جرامه في قطاع غزة في هذه الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني. الجميع يعلم أن أمريكا لا تحتاج لدعم مدنيين قطاع غزة وشمال قطاع غزة. نعم، مساعدات الإذلال الجوي الذي نفذوها هذه الطائرات جلها يسقط بالخطأ على رؤوس المدنيين، وجلها أيضا في البحر، والكثير من الشهداء من أثر التزاحم على هذه النظرة للمجاعة الذي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. يعني عمار حتى هذه اللحظة هل هناك أي حصيلة واضحة حول ضحايا هذه الإنزالات الخاطئة، سواء إن سقطت عليهم بشكل مباشر أو حتى أعداد من ارتقوا نتيجة محاولة الحصول على هذه الشاحنات أو عفوا هذه المساعدات من داخل حتى البحر؟ الحصيلة من وزارة الصحة 12 شهيدا غرقا وإثر التزاحم، ومجموعهم بإثر التزاحم وأيضا الإنزال الخاطئ على رؤوس المتجمهرين والمتظاهرين اللي بيحاولوا يحصلوا عليهم تفوق 50 شهيد. يعني دعنا عمار نتحدث أيضا من جانب آخر، إحنا لما بنعرف أنه في عملية إنزال جوي بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي يعني عشرات بل مئات المواطنين ينتظرون هذه الإنزالات في منطقة معينة. السؤال هنا يعني كيف المواطنين الغزيين اليوم بيعرفوا أن هناك عملية إنزال جوي؟ هل هناك موعد محدد لهذه الإنزالات؟ هي للتوضيح الأكثر، المعنيين في قطاع غزة أوصلوا للمعنيين في الجهات الأردنية في الحكومة الأردنية بتوصية ببعض المناطق اللي يتم فيها إنزال المظلات الجوية، ولكن السلطات الأردنية ردت على الحكومة أو على المعنيين في قطاع غزة برفض الاحتلال للإنزال في المساحات الواسعة في شمال القطاع. الطائرات صباحا يعني
ما في حد في قطاع غزة في شمال القطاع بيعرف وين بده يتم الإنزال، لكن مع مرور الوقت بيعرفوا الشعب والمدنيين انه خلص الساعة الثامنة في هذه المنطقة كل يوم بيتم الإنزال، فبيتجمهر الناس في محيط في بعض الأماكن الساعة الثامنة والساعة الحادية عشر والنصف والساعة 12 ونصف، وبالأمس صار في اختلاف في المواعيد فراح فتم الإنزال ما قبل صلاة المغرب ما قبل الفطور. طيب عمار، هاي الإنزالات يعني هل بتتركز بحسب متابعتك ورصدك أيضا في مناطق معينة اللي بيتجمهر فيها المواطنين، أم بيكون مش محدد حتى المنطقة اللي ممكن يكون فيها عملية إنزال؟ ما بيتم تحديد المنطقة منطقة بالصفر، ولكن يعني هي في غرب مدينة غزة، الأكثر في غرب مدينة غزة وغرب شمال مدينة غزة. وإلى أين وصلت حسب متابعتك يعني خلال الإنزالات الماضية؟ كان هناك أيضا يعني إنزالات بالعشرات يوميا، يعني هل وصلت إلى مناطق أول مرة تصل فيها أم ماذا؟ ما في أي منطقة بيتم إنزال فيها، يعني ممكن يتم الإنزال لمرة واحدة خلال ثلاثة أيام في بعض من المناطق في وسط مدينة غزة ووسط شمال مدينة غزة وسط شمال القطاع، أما في الغالب وأكثر من 90% من هذه المظلات يتم إنزالها في غرب المدينة في منطقة شارع المخابرات والمنطقة الأمريكية ومنطقة الواحة والسودانية ومنطقة الخزندار، هذا على شارع البحر وفي غالب الوقت يتم إنزالها في البحر. عمار، يعني هاي طريقة الإنزال الجوي من السماء ومن الطائرات يعني لاقت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل كبير، والضجة الأكبر كانت من بين الغزيين أنفسهم نتيجة التدافع ما بين المواطنين وأدى إلى مقتل العشرات وأيضا استشهاد العشرات منهم كما ذكرت في بداية هذا اللقاء، لكن من الجانب الآخر إلى أي مدى هاي المساعدات اليوم بتساعد أهلنا في قطاع غزة وخاصة في الشمال في ظل سياسة الحرب التجويع التي تسعى إليها دولة الاحتلال لحتى أنه تسد جوعهم ولو بالشيء البسيط؟ كالغريق يتعلق بقشة فقط لا غير، في شمال القطاع كل شيء غالي، كل شيء كل الشعب كل المدنيين وكل المواطنين بيعانوا من الجوع، بيعانوا من الفقر، بيعانوا من الغلاء الخيالي للأسعار، طبعا الجميع بيتعلق بأي شيء ممكن أن يسد قوت يومه وقوت أطفاله في هذا اليوم، طبعا ممكن الحد يحصل على معلبة أو سنتين وممكن يروح فاضي في غالب الأوقات من المظلات، ولكن ما فيش لهم بديل الناس، فبالتالي الناس كلها بتطلع كل يوم الصبح بتروح لهذه الأماكن لعل وعسى أنه تقدر تتزاحم وتاخذ علبة فول أو علبة حمص اللي هي أصلا يعني لا تفاد أنه تسقط يوم لأطفال أو لعائلة واحدة، ولكن ما في باليد حيلة، علبة الفول في شمال القطاع اليوم 25 شيكل. صحيح، يعني كمان الغلاء فاحش. كمان عمار، يعني بنحكي هون اليوم عن حسب مواطنين ورسائلهم أيضا التي تصل، يعني هناك من يأخذ هذه المساعدات التي تصل حتى ولو جويا، هنا لا نتحدث فقط أنها تصل بريا، يقوم باحتكارها وبيعها أيضا للمواطنين بأسعار مرتفعة جدا، هل شاهدت أي من هذه التدافعات أو هذه الممارسات في شمال قطاع غزة على وجه التحديد؟ طبعا طبعا، يعني للصراحة الأكثر مع الجميع بأنه في كل مكان في بعض من البلطجية وبعض من المشلحين وبعض من الذين يحتكرون هذه الأشياء، بيتم التجمع بشكل كامل مجموعة كبيرة من الأشخاص تأخذ أكبر عدد من هذه المساعدات سواء من اللي بتأتي برا أو من المظلات الجوية، وبيتم بيعها في الأسواق بالأسعار اللي هي بدها إياها. طيب عمار، من الجانب الآخر خلينا نحكي عن خصوص الشاحنات التي تصل إلى شمال القطاع على وجه التحديد، بالأمس كان هناك اعتقال لثمانية من سائقي هذه الشاحنات بعد عودتهم من شمال قطاع غزة، اليوم
هل من المقرر أن يصل هناك أي شاحنات إلى الشمال؟ أو حتى إن وصلت، هل وصلت وما عددها ونوعية هذه الشاحنات؟ في كل يوم يصل الشاحنات، يصل بعض الشاحنات الذي لا تسد قوت الشعب في شمال القطاع. بالأمس تم اعتقال 8 من سواق في الشاحنات، وصباح اليوم الساعة 3 مع فجر هذا اليوم تم إدخال 6 شاحنات إلى شمال القطاع، إلى شمال قطاع غزة. بعض هذه الشاحنات تم تأمينها في مخازن للجان الشعبية ولجان الطوارئ والعشائر، والبعض الآخر تم سرقته من بعض الأشخاص ومن بعض الناس اللي بيروحوا بيتجمهروا بشكل يومي على دوار الكويت. طيب يعني عمار، أخيرا إذا بدنا نيجي نحكي عن خصوص حرب المجاعة اللي بتشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعيدا عن حرب التجويع والقصف ويعني القصف الإسرائيلي المتواصل ومستشفيات قطاع غزة اليوم باتت في مرمى نيران الاحتلال، ماذا يقول لسان حال النازحين حول ما يجري ونحن اليوم في نصف شهر رمضان المبارك وأهلنا في شمال قطاع غزة يتعرضون لشتى يعني ممارسات الاحتلال الإسرائيلية التي طالت كل شيء ولا تقف اليوم حول القصف وفقدان حياتهم أيضا من القصف والتدمير ويعني عدم وجود ملاذ آمن اليوم لهم في شمال قطاع غزة على وجه التحديد، ماذا يقول لسان حال هؤلاء النازحين والآلاف الذين بقوا صابرين وصامدين أيضا في شمال قطاع غزة؟ هي حرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني بحكومته النازية وبدعم من الإمبريالية العالمية أمريكا، وبالتأكيد كل جميع أهلنا ومواطنينا في قطاع غزة بلسان واحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تآمر عن هذا الشعب، في كل من تآمر على هذا الشعب. طبعا احنا الكل بيعلم انه امريكا والاحتلال الصهيوني بنفذ هذه الحرب، ولكن على الجميع، على جميع احرار العالم، على امتنا العربيه والاسلاميه في هذا الشهر الفضيل الوقوف التام مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزه. نعم، بالامس واول امس حضرنا وشاهدنا العديد من المسيرات الجماهيرية والحاشدة اللي بنفذها اللي نفذوها المواطنين في الأشقاء في الأردن ومصر وبغداد واليمن، وهي دعوتنا لكل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني الذي يعاني يوميا من أبشع الظلمات الذي ينفذها هذا الاحتلال. الاحتلال اليوم يقتل شعبنا جوعا، الاحتلال اليوم يقتل شعبنا بأبشع صوره. اللي احنا وصلنا له في قطاع غزه مش بس انه احنا نقتل بالنار والبارود، اليوم احنا بنقتل باشياء لم نكن نتوقعها، نقتل بالجوع، نقتل بالألم، نقتل بعدم الخصوصية سواء لنا وللنساء، للرجال وللنساء، نقتل بالخيم، نقتل بمدارس النزوح، نقتل بشتى أنواع القتل النازية. ما حد كان متوقع انه يموت جعان. زمان كنا المثل الفلسطيني بيقول ما في حد بينام جعان وما في حد بينام بيموت جعان، لا، اليوم اكثر من 30 شهيد جوعا، اليوم أكثر من 95% من أهالي شمال قطاع غزة بيناموا جعانين. عمار، يعني أمنياتنا دوما لكم بالسلامة، أتمنى أن تكون بخير أنت وجميع زملاء الصحفيين المتواجدين في الميدان. شكرا لصوتك ولفائدتك أيضا، أتمنى دوما أن تكون بألف خير. شكرا لك الزميل الصحفي، حدثنا عن شمال قطاع غزة عمار كسكين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.